ما الفقر الذي تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعوذ النبي من الفقر وقال كاد الفقر أن يكون كفرا. قال الأحسائي هو الفقر المصحوب بالتضجر والضيق. قال لا، بس وسكت، رجع إلى تريم إلى شيخ الإمام الحداد بعد مدرس يوم الأحد، خرج معه في السبير يمشي، كان الإمام الحداد يقرأ ورده وهو يمشي من بيته إلى مكان تعليمه، فقال له ماذا سألك أحمد بن عمر الهندوان؟ عن ماذا سألك؟ فتذكر قال نعم، سألني عن الفقر الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا قلت له؟ قال قلت له الفقر المصحوب بالتضجر والتضيق. قال ماذا قال لك؟ قال لا، ليس هذا. قال إنما كان يسألك ليعلم علمك، ليعلم العلم الذي وصلت إليه، لا ليستفهمك، ما هو جاهل حتى يستفهمك، ليعلم العلم الذي وصلت إليه. وقال يا حاج، كان يسميه بالحاج، إذا سألك مرة أخرى فقل نستفيد منكم. هذا أدب الصحابة كان مع النبي، كان النبي يسأل الصحابة عن أشياء قد تكون معلومة لديهم في كثير من الأخبار. قال من المسلم؟ ما يعرفون من المسلم الصحابة؟ قال الله ورسوله أعلم، لأن هذا السؤال ينبئ عن علم جديد. فإن سئلت فقل لا علم عندي، واجعل حظك مهما قدموك وراء، قل لا علم عندي، منكم نستفيد. هكذا علم الإمام الحداد تلميذه كيف يستفيد من العلماء. فزاره مرة أخرى وسأله نفس السؤال، فقال منكم نستفيد سيدي. قال الفقر الذي استعاذ منه رسول الفقر الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خوف الفقر.